يشفيك 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 مكتع مكتع يا الفردوتة الأمي يا الفخيس، يشفيكي مكتع، كيف حالك؟ بس ارجع البثوث، اي حدا بده يطلع معي جست كون وتكون انت عارف انه احنا بعدنا مثلا، تكون انت عارف انه احنا انفصلنا، لا تقعد تصير سالفيه. رجعتوا تكونش ترجعوا، ارجعوا سيبك من الترندات، بدناش ترندات، خلاص ما صدقت على الله، يهدوا الناس ويروقوا، وفهمت وفهمت الناس انه هاي حياه خاصة، تمام؟ لا تقعد تصير تسأل فيه وتكون انت عارف الصح، تمام؟ من هسه عشان تكون بالصورة، لأنك إذا سألتني وانت عارف إنه في بيننا إشي راح أحرجك بالبث. سامحني يا أخوي وبس، شكرا لك. أرحب جبل، أرحب حبيبي. أنا والله بس حبيت أطمن عليكم. ارحب الحر، ارحب يا حبيبي. طيب طمنوني عليكم، شو اخباركم؟ ان شاء الله اموركم تمام، شو عملتوا؟ شو في ما في؟ كيف البرنامج؟ ليش البرنامج صاير فيه حزازات كثير؟ البرنامج صاير فيه مشاكل كثير يا اخوان، ليش؟ ارحب يا نور، الله يسعدك، شكرا. حر يا حبيبي، جبل اللي طبيته يا عمر، الله يسعدكم، شكرا والله. خوفتني يا اخوي، نيالك والله من الصبح. طب والله العظيم من الصبح ما نمت، اني نمت ساعة بس ساعتين ورجعت صحيت وجعت، طلبت اكل، قلت والله لا افتح بث اسلم على المتابعين واقول لهم ان شاء الله نحن راجعين بقوة وراجعين للبثوث وراجعين لكل اشي. وينك بلبنان؟ لا بالأردن. شو بتاكل؟ دجاج. ناكل ولا والله نسلم على الشباب، والله اشتقت لهم يا اخوان. سلام سريع وننزل، سلام سريع وننزل. هلا والله. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ارحب يا حبيبي يا مكس، يا اخبارك؟ هلا والله حبيبي، حبيبي يا مكس منور والله. وين الغيبة يا حبيبي؟ والله يا قلبي اني موجود بس عندي شوية شغل. الله يكون بعونك يا حبيبي، الله يكون بعونك. شو الأخبار؟ والله مشتاقين لك. كل ده بدنا نتجوزه، دايرين على عريس جديد، بدنا عريس بالتيك توك نجوزه. موجود أخوي ناصر السلطان. وين ناصر؟ يا مكس يا حبيبي الله يسعدك، إن شاء الله يا رب الله يجعلك بالمصايب، وإن شاء الله يا رب معوض خير. أنا أخوك بقول لك يا رب معوض خير، والحمد لله رب العالمين، وهاي الأشياء بتصير يعني أمور طبيعي. ما تضايق حالك، استمر بحياتك، ابتسم وقول يا رب. حلق البث؟ نعم ليه؟ نعم حبيبي يا ميكس، شلونك؟ والله مشتاق لك. لك أحلى ميكس بالعالم والله. قلبي يا خي، حبيب قلبي. الله يسعد قلبك حبيبي. كايب لبنان، كايب لبنان، شفتك والله كنت عند شو اللي قاعد يصير يا اخوان بالبث. الو وين اني؟
ارحب يا حبيبي يا جبل، ارحب. الله يسعدك يا اخوي، شكرا. خلي يا جبل، خلي بكره بعد، قال بكره بس نرجع ان شاء الله على الجولات الحماسيه. في كلمتين بخاطري بقولهن. انا رحت على لبنان، تمام، رحت على لبنان ورحت وحبيت ان اغير جو بلبنان، ولكن انا ما صورتش. انعزمت عيد ميلاد وديع الشيخ، عزمني ورحت انا ويحيى الزعبي وابراهيم اخوه. نزلنا على لبنان اخوان، بس يا هذول كلمتين بسولفهن هني خص نص لوديع، بعيدا عن الناس اللي كانت بلبنان واللي شافوني وما قصروا، شكرا لهم جزيل الشكر، اقسم بالله ما قصروا. ولكن هاي الكلمه اللي بدي اقولها عن انه هذا الانسان، قسما بالله وقسما بالله وقسما بالله، وديع الشيخ اخوان، عطيبته، عكرمه، عضيافته قلنا، على ديرة باله علينا، والله العظيم يا هالبني آدم إنك تنحط على الجرح بطيب، قسما بالله، قسما بالله، قسما بالله. شكرا إلك من قلبي، شكرا إلك، شكرا على الضيافة اللي ضفتها إلنا وديرة بالك علينا، شكرا إلك. وكل سنة إن شاء الله وأنت أحسن وأطيب من سنة، ربي يرزقك يا حبيبي. هذا الإنسان إخواني كثير طيب، والله اللي بعاشره من قريب بعرف إنه طيب عن جد، والله. إخوانه نادر وأكرم حي راسهم والله. صحتين، الله يسعدكم. ارحب ما في، ارحب اخوي. طيب خلينا هسه نكون واقعيين وجديين شوي. متى بتحبوا نرجع نبلش بثوث؟ من متى بدي وقت؟ يعني من متى نبلش؟ اعتبار من 3 ايام ولا اعتبار من الاسبوع الجاي؟ شو بدكو؟ خلص، لأنه الناس اشتاقت كثير. كلها بتقول بكرة. طيب بكرة؟ خلص بكرة إن شاء الله بث وسهرة مع الشباب بإذن الله. اشتقت لهم كثير، حس أنا مش قادر، يعني مش ماخذ راحتي، حاس حالي اول مره بطلع بث، مستحيل، لاني زمان ما طلعت بث واشتقت للشباب، اشتقت لمتابعيني، اسلم عليكم. الان الشباب شو الان؟ طب دقيقه اسمعوا، نلعب جوله تكبيس، تعالوا خلينا نجرب، تعالوا. خلينا نجيب على الوزيات. ايش فيك؟ ايش فيك؟ مكسى، مكسى يا الفردوسة، الأم يا الفخيس، ايش فيكي مكسى؟ كيف حالك؟ I miss you مكسى، I miss you. كيف حالك؟ اسمعوا، هاي هاي كابتن، الله يشفيك يا حبيبي، ان شاء الله الشفاء العاجل لا يقادر قسمه يا الله.
سالي تشيلي، كيفك ميكس؟ بس شو اخبارك؟ الحمد لله طيبة. وانت؟ الله يسعدك طول عمرك ان شاء الله. شو الاخبار؟ والله الحمد لله. والله حبيت اطلع اسلم عليكم والله لاني مشتاق لكم. والله بالاكثر. الو، انا على اللايف. مين؟ وين؟ تحتي يعني؟ تحتي ولا بدي التليفون؟ طيب التليفون يلا حولي. ايش؟ بدي حولني مباشرة؟ يلا. جيني استني، معي تليفون خاص. خذ وقتك. خلص كاتب شير اللايف. كيفك ميكس؟ كيف كل شيء معك؟ الله يسعدك تجين. الحمد لله رب العالمين، نشكر الله. الحمد لله. شو اخبارك تجين؟ شو اخبار امك؟ والله الحمد لله منيح، كلنا بالبيت الحمد لله. وانت كيفك؟ كيف اهلك؟ الو، مشتغل؟ صباحك يا حبيبي. يلا شير اللايف. الو، اهلا. الله يسعدك. شو بكون؟ طيب وين؟ صبر. انتو وين؟ طب شو يعني؟ شو عمل؟ طيب جيني ثواني راح اعلق البث شوي لانه في مره بدها. يلا توكل على الله. اجلي اهلين. قول. عم تاكل كي اف سي؟ بالعافيه. انت هلا وين؟ بالاردن؟ كي اف سي ام بوكس؟ شو بدك تفرجيني؟ ترى مبين الكيس، مش ما ببصر، مبين الكيس. شنو هيك قلت لك تاكل كي اف سي؟ يعني انت يعني عشان الاعلان شباب، اذكى اكله بالكون كي اف سي. يلا. اي بعرف، اذكى اكله بالكون كي اف سي، من اذكى الاكلات. كيف الجو عندكم بالأردن؟ والله الجو عندنا حلو الحمد لله رب العالمين. وبعد شهر كيف بيكون؟ ايش؟ يعني شهر الجاي بيكون صار عندكم سقعة ولا بعده حلو الجو نفس جو لبنان؟ ليش عم تضحك؟ سقعة؟ سقعة سقعة، برد برد برد. نحن بنقول بلبنان سقعة. راح تكون عندنا برد. عندكم برد شهر الجاي؟ ان شاء الله، مش برد كثير يعني، الجو يعني مقبول. حلو. ليش شو بدك؟
ما انا من شيء 4 شهور قلت له انه باخر صيفيه لبنان بدي اجي على الاردن. والله يجيني والله العظيم. شوفي بدي اقول لك شيء، يجيني اللي بعرفك بالبرنامج تقريبا سنتين وثمان شهور. يه 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 سنتين من عمري 22 ونص انا في البرنامج. قلت سنتين بتقولي دنزع على الاردن، راح الصيف وجا الخريف، وراح الخريف وجا الربيع، راح الربيع. انا من 4 شهور، من 4 شهور وبالاحرى بالاحرى بالاحرى لما اجتمعت انا ورفقاتي بلبنان قلت لهم بدي اروح على الاردن. هيدي من 3 شهور قلت بدي اروح على الاردن، فيعني قالوا لي تعي هلا، قلت لهم بالصيفيه ما في اترك اهلي، بدي اجي باخر الصيفيه. امتى اخر الصيفيه؟ بسبتمبر. علق البث من شدبها. لا البطاريه، يعني شهر الجاي سبتمبر، شهر الجاي بكون خلصت الصيفيه بلبنان. نشوف يعني الشهر الجاي ان شاء الله. تمام الشهر الجاي ان شاء الله راح اقول للمتابعين شوفوا يا جماعه اشهدوا يا تاريخ. اوكي تمام تمام يلا حكم الاول. يلا ايه تفضل تنزع الاردن الشهر الجاي، الحكم الثاني ترجعيش تفتح الموضوع بالمره لما تيجي على الاردن، الحكم الثالث سلمي عمك. بتسلم نفذهم 3 طن. يلا باي. جماعة أنا راح أكمل نومتي، تصبحوا على ألف خير جميعا، حب كبير لكم كلكم، إن شاء الله زي ما اتفقنا راجعين زي أول وأقوى وأحسن بإذن الله. بكرة إن شاء الله بث بإذن الله تعالى، بإذن الله بإذن الله بكرة إن شاء الله بث. خلنا أروح أحط راسي وأنام على حق أصحى بكير عشان أخلص شغلي بكير وأتفضى للبث بالليل. تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.